واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء